نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون، أهلا بكم. بداية النشرة من مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على مشروع قرار 2004 المتعلق بالصحراء، والذي أكد أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز الخلاف، وثمن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان ودحض المحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية. تقرير فتح الأمين. خاب الأمل وخارت التداعيات. اللوبي الجزائري رغم تخمة النفط والغاز يتفاجأ وإجهاض مخططاته ضد المغرب. هذه المرة من داخل مجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية تصادق على مشروع قرار حول الصحراء يثمن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان. أما ما سعت إليه الأجهزة الجزائرية عبر استخدام بعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي والقيام بحملة مراسلة تضليلية إلكترونية من أجل استدراج عدد من برلماني دول الشمال خاصة ومن دول أخرى ممن ليست لهم خلفية كافية عن أبعاد النزاع وحقيقته وتصوراته، بهدف تبني تعديلات متعارضة مع التوجه العام للتقرير الذي سبق أن صادقت عليه اللجنة السياسية خلال اجتماعها بأثينا. يخسر المخطط الجزائري وصفعة أخرى بأيدي أغلبية 86 برلماني عضو في الجمعية. ترفض توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء. المطلب الذي تسعى الجزائر بكل ما أتيحت من وسائل اختزلها مخزون الأرض إلى تحقيقه جاهدة خلف الكواليس وإن كلف الأمر مصلحة شعبها الثمن. والخسارة تلو الأخرى غير آبهة ما دامت الأرض معطاءة، فلا ضرر أن تستمر الجزائر في معركة أحادية الطرف على حساب شعب كامل. وأسفاه على أن الجزائري يشغل بنقص البطاطا والحليب والخبز وحتى ينسونه في الجوهر، واقتصاد الوطن وسياسة الوطن واتجاهها اتجاه بوصلة النظام يصر على غربه. تفشل الجزائر أمام رصيد متصاعد في مجال التطور الديمقراطي ودولة الحق والقانون، الرصيد الذي حصده المغرب وأثنت جمعية مجلس أوروبا على نجاحه بدل الركض وراء معارك خاسرة تركتها غبار ثمنه أمن بلدان أخرى ارتبطت بعضها بعضا جغرافيا وتاريخيا. 50 سنة من استقلالنا مازال الحليب مازال ما شبعناهش، الحليب مازال ما شبعناهش بلادنا. نجيو الكوفري بساعتين باش نديو الحليب ويقولوا احنا حكام، ما قادرينش يطلقوا من يدهم يمدوا الناس اللي قادرين يخدموا. بلغ الرجل من العمر عتية ولم يشبع بعد حليبا، فالأم الوالدة مرضعة لغير فلذة كبدها، تجود بسخاء لتحقيق حلم يراودها. إلى الداخل، التي اختتم بها الوفد الكيني زيارته من خلال جولة ميدانية لعدة أوراش تنموية كبرى. الوفد اطلع على الإنجازات الكبرى في ميدان العمران والأنشطة الاقتصادية والتنموية، كما عقد لقاءات مع شيوخ القبائل الصحراوية وفاعلين جمعويين من المنطقة. سالك رحال والتقرير. الوفد البرلماني الكيني وخلال زيارته لمدينة الداخل اطلع من خلال زيارة ميدانية لعدة أوراش تنموية كبرى على واقع الحال بجهة، وكون رؤية أساسية وواضحة حول التحول الكبير الذي شهدته جهة منذ استرجاعها إلى حاضرة الوطن. أحد مصانع تصبير وتجميد السمك كان وجهة الوفد الكيني ليكتشف بأم العين زيف دعايات الخصوم حول الواقع الحقيقي بالمنطقة. الوفد الكيني كانت له عدة لقاءات مع شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالمنطقة وفعاليات المجتمع المدني المحلي. الوفد الكيني طلع من خلال شروحات وافية حول تاريخ المنطقة منذ بدايات القرن العشرين إلى الآن، حيث تم استحضار أهم مراحل التاريخ السياسي للمنطقة. شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني أكدت للوفد الكيني انخراطها التام مع التوجهات الملكية السامية اتجاه منطقة الصحراء، وخصوصا المبادرة القضية بمنحها حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة الوطنية المغربية.
الوفد يغادر جهة وادي الذهب الجويرة حاملا أفكارا جديدة ومتأصلة عكس ما كان يحمل قبل زيارته الأولى للجهة، زيارة سبقتها عدة زيارات لوفود أجنبية أخرى للاطلاع على الواقع الحقيقي المعاشي هنا. إلى إقليم سيدي إفني حيث أحيت قبائل أيت بعمران الذكرى 45 لاسترجاع المنطقة إلى حضيرة الوطن الأم. مهرجان خطابي أقيم بالمناسبة إحياء لهذه الذكرى الخالدة. حافظ محضار ومحمد فاضل عبيدة. مهرجان الخطابي في ذكرى استرجاع سيدي إفني إلى حضيرة الوطن الأم، محطة لاستحضار الملاحم البطولية لأبناء منطقة أيت بعمران وكافة أبناء الشعب المغربي من أجل تثبيت وحدة المغرب الترابية. كلمات أبرزت مغازي ودلالات إحياء هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي شكلت وبحق مثال يحتذى في الصمود ومجابهة الوجود الأجنبي بهذه الرقعة من المملكة. إحياء ذكرى استرجاع سيدي إفني يعتبر مناسبة لاستحضار أطوار ملحمة الاستقلال الخالدة وما بذله الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد في سبيل نصرة القضية الوطنية ومناهضة الاستعمار الأجنبي والتودي عن مقدسات البلاد وثوابتها. ذكرى عظيمة اللي كترتكز وحدة الوحدة الترابية ديال جميع المغاربة، ولذلك اليوم احتفلنا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي جميع أنحاء منطقة قبائل أيت بعمران وأخص بالذكر مدينة سيدي إفني. هذه المناسبة الوطنية التي تخلد لحدث بارز في ذاكرة الكفاح الوطني ضد التواجد الأجنبي بالمنطقة، محطة أيضا للوقوف عندما تحقق من منجزات تجسدت في أوراش البناء والنماء التي حظي بها هذا الإقليم. تنمية الإقليم مرتبطة بنسبة كبيرة بإنهاء أشغال الميناء التي هي في مرحلتها الثالثة. هناك مثلا إنشاء معهد لتكنولوجيا للبحرية، وهناك مركز تصفية الدم، وكما سيلاحظ الجميع أن هناك رد اعتبارات للمساحات الخضراء بالمدينة. ذكرى وطنية خالدة إذن لتذكير ببطولات أبناء المنطقة الذين صنعوا مجدا بمجابهتهم للأطماع الاستعمارية ووقوفهم لدا في وجه مخططات طمس هوية هذا الجزء من الوطن، محطة للاحتفاء برجالات تركت بصمة بارزة في مسيرة نضالات المغاربة من أجل التحرر والوحدة الوطنية. نظمت جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة مائدة مستديرة للهجرة غير النظامية بالإقليم. اللقاء حضره إلى جانب المنظمين عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. سلك رحال وعبد الله المحمودي. يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار العمل التشاركي لإنشاء أرضية عمل دائمة بين السلطات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني بغية بلورات سياسة عمومية فعالة في مجال الهجرة، كما يأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع توجهات الملكية السامية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بالمغرب وتفعيل توصيات التقرير الموضوعاتي حول المهاجرين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا اللقاء يأتي في إطار انشغالات اللجنة الجهوية والفرقاء في المجتمع المدني من أجل الاهتمام بوضعية المهاجرين اللي هم في وضعية غير نظامية، وهذا اللقاء أيضا هو تحسيسي لتحسين الانخراط لهذه الفئة في تسوية أوضاعهم والإدماجهم في المنظومة المجتمعية بالمنطقة، وبالتالي هذه أحد انشغالات المجلس على المستوى الوطني وانشغالات اللجنة الجهوية بطبيعة الحال. وهذا النشاط هذا تيجي في إطار تفعيل توصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي اللي جمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الممثلة في اللجان الجهوية اللجان الإقليمية الممثلة من أجل دراسة الملفات المهاجرين الراغبين في عملية التسوية. لاحظنا كجمعية بأن العملية لم يرافقها يعني واحد النوع من التحسيس واحد النوع من التوعيه، واللي في هذا الاطار هذا كيجي هذا اليوم الدراسي من اجل توعيه المهاجرين مختلف جنسياتهم. يحضروا معنا اليوم من جنسيات سنغاليه، من جنسيات ماليه، من جنسيات ايفواريه.
مداخلة بهذه المناسبة أكدت على موضوع تحسيس المهاجرين غير النظاميين بإقليم العيون بأهمية الانخراط الإيجابي في عملية تسوية أوضاعهم، وذلك إعمالا لتوصيات اليوم الدراسي الذي جمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الممثلة في اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية. تأتي مداخلتنا في إطار التعريف بقضيتنا كمهاجرين لدى الرأي العام المغربي. حوالي 95% من المهاجرين المتواجدين بهذا البلد لا يتوفرون على رخص للإقامة، مما يصعب عليهم ظروف العيش والولوج لمختلف الخدمات الأساسية. المائدة المستديرة حول وضعية المهاجرين تندرج أيضا في إطار مواكبة عمل اللجان الإقليمية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين بالجهة وفق مقاربة شمولية وإنسانية. في سياق آخر، سجل قرار إغلاق مسجد يوسف بن تشفين بشارع بكرع بالعيون منذ حوالي 7 أشهر استياء العديدين، في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الوصية على أن قرار الإغلاق راجع لخطورة بناية هذا المسجد على المصلين. حول هذا الموضوع يدور ريبورتاج محمد المصطفى خيا وصالح رقيبي. بعد أن أغلق مسجد يوسف بن تاشفين بشارع إدريس الأول المعروف ببكرع بالعيون في 2 دجنبر الماضي لأسباب تتعلق بخطورة بنايته على المصلين لقدمها وتأكل جدرانها، اليوم تؤدي ساكنة هذا الحي مختلف شعائرها الدينية بهذا المسجد الصغير المتواجد فوق أسطح أحد البنايات لواحد من المحسنين. وضع جعل الساكنة تتساءل حول أسباب تأخر إصلاح مسجد يوسف بن تاشفين بشارع بكرع، وإلى متى يبقى بحسبهم الوضع على هذا الحال. المشكل ديالنا أخي اللي تنعيشوه من السكنة ديال هذه المنطقة كاملة هو هذا المسجد ديال يوسف بن تاشفين. المسجد هذا أين السقوط؟ وعلمنا به أكثر من 10 سنوات هذه باش علمنا به السلطات، وقلنا على أساس أنه خصو يتهدم ويتعاود ليه الترميم ديالو. الا ان الوقت ديالو باش يتنجز هذا المسجد فوق الوقت كافي، لان اكثر من 10 سنوات هذه ما كاينش مشروع كاع اللي قدر 10 سنوات باش يتنجز. لو كانوا له يعدلوه، لو كان يطرحوا الماتريال ويبداوا يخدموا فيه المحسنين اعطاها الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا مسجد بكرع مازلنا صبيان نصلوا فيه الحمد لله، من الستينات ومن السبعينات نصلوا فيه، والان هو ماشي في النقصان، والمساجد كذلك الا المقل، ولكن المؤمنين لله الحمد يزادوا افاج بعد افاج الحمد لله، يطالبون العلم ويطالبون بيوت الله يدوا فيها فرائض الله، والله قال ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. القطاع الوصي والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية وعلى لسان مسؤولها الأول بالعيون فقد أكد على أن قرار إغلاق هذا المسجد كان قرارا صائبا بالنظر للخطورة الكبيرة التي كان يشكلها على المصلين. اليوم بحسبه هي بشرى لهذه الساكنة على أن مسجد يوسف بن تاشفين بالعيون سيتم هدمه بالكامل لبناء معلمة دينية متميزة بطابقين تراعي مختلف شروط السلامة وبهندسة معمارية متميزة. مسألة إغلاق مسجد يوسف بن تاشفين بمدينة العيون هو أمر اضطراري وليس اختياري، جاء ذلك بعد تعميق خبرة أنجزها مكتب مختص وهو المختبر العمومي للدراسة والتجارب الذي أوصى في تقريره بضرورة الإغلاق الفوري للمسجد ضمانا لحياة المصلين. وكما تعلمون حفظ الأنفس أساسي شرعا وقانونا، فالأمر لم يعد مسألة إصلاح هذا المسجد، بل انتقلنا إلى خطوة أخرى وهي هدم وإعادة بناء هذا المسجد. لماذا هذا التغيير؟ لظروف موضوعية. أولا، المنطقة تجارية والإقبال على هذا المسجد كبير ومتميز،
التعجيل بإنجاز مشروع هذا المسجد سيساهم لا شك في ضمان أداء ساكنة هذا الحي شعائرهم الدينية في أجواء جد إيجابية تراعي مختلف المعايير المعمول بها في هذا المجال. إلى الداخل التي يعرف بها سوق السمك رواجا متزايدا هذه الأيام، أنواع مختلفة من الأسماك تشكل عنصرا أساسيا ضمن موائد الإفطار خلال الشهر الفضيل لدى الساكنة. تزايد في الطلب يرجع أيضا إلى المزايا الصحية المتعددة لهذا النوع من اللحوم. غالي القرحي ومحمد يتس. يعتبر السمك مكونا أساسيا من مكونات مائدة الإفطار الرمضاني لدى ساكنة الداخلة. وفرة المنتوج السمكي وتنوعه ميزة رئيسية من مميزات سوق السمك هنا بهذه المدينة. إقبال كبير في اليوم الأول من رمضان رغم اختلاف الآراء حول الأسعار بين من يربطه بالطلب المتزايد وآخر يرده إلى تغييرات طبيعية وطفيفة في أسعار أسواق الجملة. الحوت احنا نبقوا احنا للداخل معولين عليه الله، الحوت هو اللي عندنا ولا يصدر لنا ولا يجينا من بعيد، ونشروه من عندنا ونقبضه من عند الشاب. واليومات يا رمضان لو دوله نزقنا عليه ولو بوتيك لو قفنا عنده قلنا 13 مية و 18 مية. اذا عنا احنا شلينا له ناكل الحوت ب 18 مية و 13 مية، ما راينا شي نشرو. احنا معولين عليه الله الحوت، هو نعرفه، هو معاشنا، هو القامن مال فين وزين، وهو اللي تكلقع في رمضان الله الحوت. اللحم كنا ناكلو عاد فيه الكسترول وفيه الدسور. كان الحوت شويه قليل، وكان كنجيبوه للسوق واحد النذرة، ورفض مع المبارك السعيد الأول بان أن هناك شوية أسماك الله وصل على النبي كدخل شوية الأسماك. غير بالنسبة للأسمينة كتكون ما ماشي مرتبعة لذاك الدرجة. احنا تابعين السوق، تابعين السوق الكبير لوفيس اللي هو المكتب الوطني للصيد البحري. إذا كان السوق طالع راه حنا كنزيدوا واحد شي شوية ماشي بزاف، ولا كانت السوق طبيعي على طول السنه. القيمه الغذائيه العاليه للمنتجات السمكيه تجعلها من اللحوم المفضله لدى قطاع عريض من المستهلكين، الامر الذي يستوجب مراقبه مستمره لسلامه هذه المنتجات والحفاظ على توازن الاسعار، خاصه في هذا الشهر الابرك الذي يعرف اقبالا متزايدا على هذا المنتوج. ديما احنا كاع بالنسبه للداخله بصفه عامه ديما نشرو الحوت في رمضان، يسوى في رمضان ويسوى بلا في رمضان. والحمد لله الاسعار بعد الله هي بالنسبه للحوت وبالنسبه للخضر الحمد لله. وشكرا اللي من العاديه كيكون السوق عادي، وفي رمضان كيكون اقبال بزايد بكثره، كيكون استهلاك السمك بكثره. في رمضان المائده دائما الفطور لابد ضروري من الحوت، الا ما كان الحوت ما كاين فطور. اتمنى كتكون مناسبه، ثمن مناسب بحال الفطر بحال رمضان بحال داكشي، باش كاينه ما كاين حتى شي زياده في رمضان. وتتجلى أهمية السمك في كونه من الأغذية الغنية بالبروتينات، كما يساهم في وقاية الجسم من مجموعة من الأمراض، ويفضل خلال الإفطار في شهر رمضان بالنظر إلى سهولة هضمه مقارنة ببقية اللحوم. من هذه الجولة في أسواق السمك ندعوكم إلى جولة أخرى مع جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء رفقة عية سرتي. نستهل قراءتنا لجريد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من صحيفة الأحداث المغربية، والتي كتبت: جن جنون قيادة البوليساريو ولم تعد تتحمل استمرار معارضتها داخل مخيمات تندوف، وأطلقت العنان لمخبريها وأجهزتها الأمنية لممارسة أقصى درجات العنف في حق من يشتبه أنه يمارس معارضة إعلامية أو سياسية. وكشفت الأحداث المغربية أن جبهة البوليساريو لم تكترث هذه المرة لطقوس المناسبة الحقوقية التي كانت تستغلها عبر أبواق إعلامية جزائرية للهجوم على المغرب. والخبر الذي نسف الصورة التي حاولت البوليساريو رسمها لسنوات عبر التضليل هو آثار التعذيب الهمجي التي نقلتها المواقع الإخبارية، وتهم المعتقل الصحراوي محمد ولد الحبيب ولد عنا الذي تعرض لوجبات من التنكيل والتعذيب على مرأى ومسمع العديد من الشهود ومنهم أفراد من عائلته. يومية الصباح تخبرنا في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء بأن الجزائر تواصل عداءها للمغرب ولوحدته الترابية، فقد عمدت على تحريك دواليب الاتحاد الإفريقي ضد مصالح المغرب ووحدته الترابية، والقاضي بإدخال الاتحاد الإفريقي على خط النزاع في الصحراء. وكشفت الصباح أن المقترح الجزائري يسير في اتجاه تعيين أحد المؤيدين التاريخيين للبوليساريو مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي في الصحراء، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للموزمبيق جواكين شيسانو.
يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: كشف مصدر مطلع أن الجمارك بالنقطة الحدودية لقرقرات قامت نهاية الأسبوع الماضي بحجز سلاح النار بحوزة مواطن أوروبي كان يهم بدخول التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن الجمارك شددت مراقبتها على الحدود الجنوبية للمملكة من خلال إخضاع جميع السيارات والشاحنات لتفتيش دقيق. وأضافت المساء أن هذه العملية تأتي بحثا عن الأسلحة النارية التي يمكن أن تدخل من دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب حالة الضعف الأمنية التي تعيشه دول منطقة الساحل والصحراء. ومن يومية الأخبار نختم جولتنا عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء. وكتبت: سجل أداء المكتب الوطني للصيد البحري برسم السنة الماضية ارتفاعا في الأداء الاقتصادي، وهي المعطيات التي تم الكشف عنها خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الذي ترأسه عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. وذكرت الأخبار أن عددا من موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة ساهمت في ارتفاع أداء المكتب الوطني للصيد، وبحسب بما كشفت عنه مديرة المكتب فإن الأمر يتعلق بميناء بوجدور وميناء طنطان وميناء الداخلة. انتقلت إلى عفو الله تعالى خدجت من تبل ياسم عن سن تناهز 72 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة زرقيين أولاد مبارك. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون. ونصل اللحظة للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية ليوم غد إن شاء الله بإذننا المرتقب أن يكون الطقس هادئ على العموم نسبيا وحر بداخل المنطقة. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بالداخل و 29 درجة بكلتا الجزائر. في حين تتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 48 درجة بكل من مدريقة أو سرد و 23 درجة بالداخلة. حالة البحر بوجه الأطلسية سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان ما بين بوجدور والداخلة، وقوي الهيجان ما بين الداخلة والقوالة. شروق الشمس في مدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 6:05 دقائق من الغروب، سيكون في حدود الساعة 7:47 دقيقة بحول الله. درجة الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 29 درجة بين واكشوط، 30 درجة بين واديبو، 46 درجة بكل من تندوف والرابوني، 23 درجة بلاس بالماس، مع تسجيل 25 درجة بالعاصمة الرضا. قبل ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون إذاعتي العيون والداخلة الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي للاستشارة للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج على آيفون وهاتف أندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي. كما تلتقنا غدا إن شاء الله مع إعادة هذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على طيب المتابعة، فرجة ممتعة مع بقية برامجنا، وللغد بحول الله. أحبابنا في كل مكان.